ثم تزوج النبي حفصة. حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. نعم. بعض العلماء يقول إذا أردت أن تحفظ أمهات المؤمنين تجمعهم في قولك. ما ماذا تقول؟ من يعرف؟ ها، خبز مع جزر صحة، خبز مع جزر صحة ولا لا؟ لا، خبز ولا خس مع جزر صحة. خلاص، هذا أمهات المؤمنين. الخاء خديجة، والسين سودة، والميم ميمونة. خلاص، والعين عائشة، الجيم والجيم جؤرية. طيب، زي وزينب، عندنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. بعدين صحة، الصاد صفية، الصاد يقول حفصة. نعم، ما عندك مشكلة. طيب، أشفقي، والحاء حفصة، والتاء المربوطة صحة، صحة الهاء تامن، الهاء هند بنت أبي سفيان اللي هي بسميها أم حبيبة. نعم، هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيش قلنا؟ خس مع جزر صحة. تمام، معلومة حلوة. نعم. يلا.